دكتور محمود محي الدين أستاذ قانون تجاري ومحامي ومن ضمن المدعوين النهاردة في المؤتمر النهاردة اللي هو عن التحكيم في الوطن العربي ومنظومة موحدة. صراحة دايما الدكتور وليد والأكاديمية بتختار أنواع معينة كده من العناوين بتجذبنا احنا كالعاملين في مجال التحكيم والعمل القانوني بصفة عامة سواء محامين أو محكمين في قضايا تحكيمية. بيجيب لنا أساتذة من مختلف الوطن العربي عن يكلمونا عن أهم التحديثات للقوانين والبنية التشريعية في يخص التحكيم عامة والتسوية والوساطة غير القضائية. النهاردة كانت في جلسة اتكلمت دكتورة إيمان عن التسوية واتكلم دكتور عدلي منصور واتكلم الأفاضل كتير ودكتور عبد الحميد الأحدب طبعا وألقوا الضوء على اتفاقية سنغافورة لتسوية الوساطة في المنازعات التجارية. كل مؤتمر بتتبناه الأكاديمية بيضيف لنا جديد، بالإضافة أنه تشريعات ككل الناس أفاضل أساتذة القانون أو المحامين أو المحكمين اللي في الوطن العربي بيكونوا ممثلين في الاجتماع، فبيكون في فرصة في الاجتماعات اللي زي كده والمؤتمرات إنه إحنا بنحتك ببعض، بنعرف التشريعات الجديدة إيه، بتعرف الأحكام الحديثة اللي طلعت إيه، الاعتراضات اللي تمت إيه، سواء كانت في قضايا تحكيمية منظورة أمام مركز القاهرة الإقليمي في القاهرة هنا أو في حاجة في السعودية أو في الإمارات أو وما إلى ذلك. صراحة يعني التنظيم في الحفل هنا والمؤتمر تنظيم رائع، الناس يعني أصبحت محترفة في مثل هذه المؤتمرات. المادة العلمية كمان اللي بقدمها المؤتمر بنستفيد منها وبنعرف كل جديد، وما فيش حد طبعا كلنا بنتعلم من بعض، بالاضافه الى انه بيتيح لنا الاحتكاك المباشر بمعظم الاساتذه اللي هم بيكونوا محكمين في لجان تحكيم وهيئات تحكيميه. الصراحه يعني الواحد هنا كل ما يجي مؤتمر يضيف له جديد، فانا بشكر القائمين على المؤتمر وبشكر الساده الضيوف وكل سنه وانتم طيبين.